صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 13 لسنه 2024 بتعيين رئيس لجهاز المساحه والتسجيل العقاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يعين سعاده السيد باسم بن يعقوب الحمر رئيسا لجهاز المساحه والتسجيل العقاري بدرجه وزير